بطاقة إنتاجية تتراوح بين 2 و3 ملايين طن سنوياً. من المنتظر أن يدخل مشروع استغلال وتحويل الفوسفات بمنطقة بلاد الحضبة ببير العاتر بتبسة حيز الخدمة خلال الثلث الأول من السنة المقبلة كمرحلة أولى، حيث يتم حاليا العمل على إعداد دفتر شروط خاص باستغلال المادة الأولية المتوفرة بهذا المنجم. راح يمر على المراحل. المرحلة الأولى الإنتاج حوالي 2 إلى 2.7 إلى 3 مليون طن سنويا. لكي نوصل لهذه العملية جهزنا دفتر شروط جديد رانا نشتغل عليه، إن شاء الله يكون جاهز في نهاية شهر ديسمبر مع كل الأعمال التعاقدية اللي لازم تكون بالنسبة لهذا المشروع باش نوصله في انطلاق المشروع إن شاء الله في الثلاثي الأول من 2021. عائدات من العملة الصعبة وخلق مناصب شغل جديدة هو ما يعول عليه من خلال توسيع حجم النشاط المنجمي للرفع من الطاقة الإنتاجية لأكبر مصنع لإنتاج الفوسفات الخام بإفريقيا. من خلال توسعة النشاطات وإنتاج زيادة في الإنتاج راح يكون برنامج توظيف كذلك مهم راح يساند هذه العملية، لكي كذلك شفنا طلبات كثيرة اليوم تاع شبابنا المؤهل والمكون وعنده شهادات موجود في المناطق هذه بلاد الهدبة وكذلك هنا في الونزة في المخضرة، راح يكون إن شاء الله يعني برنامج لتوظيف هذا الشباب. المشروع الضخم لاستغلال وتحويل الفوسفات بشرق البلاد جاء بشراكة مع الصين وخصص له غلاف مالي قدر ب6 مليار دولار يرتكز على احتياطات كبيرة للفوسفات بأكثر من 2.2 مليار طن جعل الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا في مجال احتياطات هذه المادة الأولية المهمة.